السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن رؤية الزيتون في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني ويشترك يا جماعة. اللايك يا جماعة عشان يوصلكم كل جديد. رؤية الزيتون يا جماعة من رؤى المستحبة، تمام. رؤية الزيتون دل على الذرية ودل على الرزق ودل على كل شيء كويس. لو الست متزوجة شافت انها واقفة جنب شجرة زيتون وفيها زيتون، دي بيبقى زوجك صالح وتقي بيتقي الله فيك وفي ولادك وفي بيتك، تمام. والزيتون ده دل على الذرية بتاعتك. طيب لو شفت ان انت بتشتري الزيتون والزيتون اخضر في ايديك وانت بتشتريه، ده رزق ورزق جايلك، تمام. طيب لو شفت ان انت بتخليلي الزيتون ده بيبقى رزق، بس رزق بصعوبة. ليه بقى؟ لان الزيتون لما بنخليله بيبقى فيه مرارة، وبنحط بنستنى فترة على بال ما بياخد وقت على بال ما بيعمل يتخلل وان احنا ناكله، فبيبقى رزق وجاي بصعوبة، تمام. طيب اما للرجل، الزيتون يا جماعة للرجل دلل على الرزق. لو هو جايب زيتون او بيشتريه ده برضك رزق. طيب لو هو واقف جنب شجرة زيتون ده بإذن الله رزق وجايلك او فلوس جايلك من مشروع او حاجة كويسة جايلك، تمام. طيب لو شفت ان انت بتزرع شجرة زيتون بتزرعها، ان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمك بولد من اولادك او بنت من بناتك، ان شاء الله تكون لها منصب كبير او شأن كبير، تمام. طيب لو شفت ان الزيتون وقع على الارض وانت بتجمعه، ده بيبقى حد وهيعمل لك مشاكل، في مشاكل هيحصل مشاكل، تمام، لانه وقع على الارض والتراب والحاجات دي بتبقى مشاكل. لا عز الله، يعني ربنا يحفظكم كلكم جميعا يا رب العالمين. طيب الزيتون الاصفر يا جماعه دليل على التعب والمرض والمعاناة. لما نشوف الزيتون الأصفر في المنام نستعيذ الله ونطلع صدقة، وربنا يحفظكم جميعا من أي حاجة وحشة، والله أعلى وأعلم. بالنسبة للبنت العزباء، شجرة الزيتون لو شافت الشجرة قدامها عرفي يا حبيبتي إن رب في زواج قريب ليكي أو خطوبة قريبة جدا، لأن الشجرة دي بتاخدي واحد يتقي الله فيكي، تمام. لو شفتي ان انت بتشتري او حد بيديك الزيتون، ده يعني ده حاجة عقد قران قريب بتاعك او كاتب كتابك هيكون قريب جدا، تمام. طيب رؤية يا جماعة الزيتون الاسود مش مستحبة، او رزقه قليل وبيجي بصعوبة مش كويس. رزق بقى فين على بال بقى ما تعمليه، تمام. اما الرؤى بقى اللي هي مش مستحبة خالص في الزيتون، اللي هو يكون بايظ، شايفاه قدامك بايظ او كده، بيبقى مال او رزق وهيضيع منك لا قدر الله، حاجة مش كويسة، والله اعلى واعلم. دي رؤية للزيتون يا جماعة لانها جات لي كتير في التعليقات. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني ويشترك.